منبلش الراتب. انا ليه بدي اذكر الراتب؟ انا شو عم بطلب؟ يعني جاي عم بتشارط، عم بحط شروطي على الشركه اللي عم اقدم عليها من قبل ما يدقوا لي حتى لمقابله. ليه بدي احط الراتب؟ يعني عم اقول لهم انا يا بشتغل بهيدا الراتب او لا او اعلى. فخلينا نتجنب الراتب. الراتب بينحكى فيه بمرحله المقابله اللي هي باخر مراحل التوظيف او بالتقديم على الوظيفه. نرجع للهوايات. كثير اشخاص بحطوا هواياتهم مثل بحب ركوب الخيل وانت عم بتقدم على اي تي بوزيشن. شو لها علاقه؟ ليه بدي احط انا بحب ركوب الخيل وانت عم تقدم على اي تي بوزيشن او اوديتنج مثلا؟ اذا منهم مرتبطين بالوظيفه اللي انت عم تقدم عليها انساهم، ما تحطهم. عم ياخذوا لك مساحه من السي في. تتذكروا قاعده العشر ثواني؟ ما تنسوا قاعده العشر ثواني. بدنا نجرب نختصر قد ما فينا بس ما نروح معلومات مهمه. فينا كمان اكيد لازم نتجنب الصور الغير مرتبطه بالموضوع. يعني اخر شيء بدنا نحط صوره الكلب اللي عندي. طب ليه؟ شو حيفيدني؟ كيوت. طب بعدين هول كلهم اشي عم ياخذوا لك مساحه، بفرجوك انه انت منك بروفيشنال، وعم بخلوا المسؤول عن الوظيفه الريكروتر يحط السي في على جنب. شو بدي فيها؟ حتى الكلمات الغريبه والمعقده هول كمان لازم ننساهم. لما عم اقدم على وظيفه بدي يكون سمبل ستريت تو ذا بوينت. ما بدي يعني اشخاص بروح على مايكروسوفت وورد بحطوا سينونيمز، بحطوا الكلمه اللي بدهم يحطوها، بحطوا سينونيمز بشوف شو بيطلع لنا. هذه الكلمه حلوه خلينا احطها بالسي في. ليه؟ خلينا نكون واضحين، لانه امرار اذا الشخص اللي عم يقرا السي في لقى انه في كلمه مش مفهومه بيتجنبها وبروح على سي في ثاني، ما حيفهم انت شو بدك توصل. كمان في عنا المعلومات عن العائله مثلا، انه عندي 4 اخوه واثنين بيشتغلوا بامريكا وواحد بيشتغل انا شو بهمني؟ دائما خصصوا السي في للشركه اللي عم تقدموا عليها، حطوا حالكم بالجهه الثانيه، حطوا حالكم محل مسؤول عن توظيف، ان كان مدير شركه، ان كان اتش ار بيرسون. شوفوا هن شو عم يقروا، مش انتوا شو فهمانين على السي في تبعيتكم وبس. لازم تكونوا فهمانين كلمه كلمه طبعا رح تكونوا واثقين من السي في تبعيتكم، بس كمان حطوا حالكم على الجهه الثانيه من الموضوع. في كتير عالم كمان بحطوا المرجعيات متاحون عند الحاجه اللي هي references available upon request. طب انا as a recruiter انا بعرف انه references available upon request، ليه عم باخذ مساحه ما إلها طعمه؟ ليه عم زيد اشياء بس هيك لحتى اعبي السيره الذاتيه تبعيتي؟ لا، انا بعرف انه اذا انت قطعت مراحل وانا بدي اسال عنك بدي تعطيني references، بدي تعطيني ارقام الاشخاص اللي بقدر اسالهم عنك. واكيد هيدا بصير باتفاقيه مع المرشح بعدين، مش اذا اعطيتني الارقام اجي انا احمل التليفون دغري دق لهم انت بعدك عم تشتغل معهم. لا، في مهنيه معينه بهيدا الموضوع.